السلام عليكم. طبعا غطينا بالفيديوين اللي قبل، غطينا على الجرافيكس وعلى الفيديوز، وان شاء الله انا راح اشرح معكم اليوم على الويب بيج. الويب بيج طبعا وايد مهمة وشكلها وايد حلو، ما تكون تقليدية نفس الباوربوينت اللي تكون سلايدات ورا بعض، لا بالعكس تكون وايد سموث بين صفحة وصفحة. وطبعا تفيدنا، هني قاعد يبين لنا تفيدنا grow your business. طبعا هي ادوات اني انا ابي اكبر البزنس مالي، مثلا اقدر اسوي بالبرنامج هذا نيوزلتر برزنتيشن، طبعا هذا ثرو راح يصير ثرو الويب بيج. هني راح يبين لي ان اقدر استخدمها حق التيتش واند ستادي. طبعا يبين لنا ان الويب بيج promote your brand، اني انا ابي اكبر البراند مالي اذا كان في شغل او بزنس حقي، organize an event، اقدر اسوي event حق شركات او حق حدث انا بسويه، اقدر اسوي presentation بالويب بيج يكون شكله مرتب. طبعا احنا خلينا نروح الحين حق اللي يهمنا اكثر، اللي هو teach and study. نشوف سيمور شنو يقدر يطلع لنا. هني الشغلات اللي تطلع لنا اللي تقدر تفيدنا بالريبورت، مثلا إذا أنا بسوي ريبورت اكسكول هني شغلات اللي اقدر اسويها حق السكول ككل. طبعا هذه ايفنتات اذا في مباراة او في مسابقة او شيء اقدر استخدم هذه الشغلات. نرجع حق الويب بيج. الويب بيج اقدر اني انا اخذ قوالب موجودة واستخدمها، واقدر اسوي ستارت فروم سكراتش اللي هي أبدأ من جديد. أختار الويب بيج، هني طبعا يطلع لي شنو البرنامج يقدر يسوي لي، شنو فوائده وشنو ينصحنا. طبعا هذه راح تكون الصفحة الرئيسية قبل لا أبدأ شغل. هني راح توديني حق الصفحة الرئيسية مالتي، إذا برجع مرة ثانية حق الصفحة الرئيسية. هني setting والpreview والبريزنت والشير، هذه طبعا ما راح تصير اكتف الا لما ابدا اشتغل، راح تكون اكتف. الثيمز، هني الثيمز مال الكلام نفسه. خلنا احنا نبدا الحين بالكلام. طبعا هو ما يدعم اللغه العربيه، بس اقدر اطلب باللغه العربيه. انا بحط الانجليزي اول شيء، كويت with love. هني نروح حق الثيم. هني نقدر نختار الثيم نفسه، يغير لنا الخط ويغير لنا الباك جراوند مال الخط نفسه، او اذا في زيادة مثل هذه غير ليها مع زيادة مثلا الأحمر. طبعا هذا ما راح يصير الأحمر باك جراوند كله، راح يصير باك جراوند على الكلمة نفسها أو على العنوان نفسه. وطبعا لازم نراعي إذا بنسوي دعوات أو بنسوي أي شيء، لازم نختار الخط الواضح اللي الكل يقرأه. إذا كان زين بالقراءة أو مو زين بالقراءة لازم يكون سهل وواضح. هني أنا اخترت هذا، أسكر الثيم. هني أروح حق الفوتو. هذه الفوتو راح تساعدني إن أنا أغير الباك جراوند الرمادي، أقدر أغيره حق أي صورة. هني راح يحط لي أبلود فوتو، طبعا هذا من سطح المكتب عندي. فايند فري فوتو، اقدر ادور بكذا موقع. وطبعا الحلو بهالشغله هذه ان الكوبي رايت مفتوحه حقي، يعني ما اقدر اسوي قرصنه او ان اخذ صور
أصحابها مو راضين إن إحنا نستخدمهم، وبالعكس هذا يفيدنا بعد فترة إذا اشتغلنا ونزلنا شغلنا ما يصير علينا بلاغات من الكوبي رايت، أو إنه يتسكر موقعنا لأن إحنا ما عندنا كوبي رايت حق الصور هذه، وهذا الشيء وايد حلو ومفيد حق اللي يستخدم وايد صور. هني بين لنا ان اقدر اخذ من اللايت روم، من الدروب بوكس، من الجوجل فوتوز اذا بدور بالجوجل، اذا بدور من الجوجل درايف، يعني معطينا عدة خيارات حق شلون اطلع الصورة. انا هني بسوي ابلود، من الكمبيوتر عندي أنا حاطته باسم كويت، أحط كويت نمبر 1، أوبن، هني بينت لي اللي أنا اخترتها الخلفية. هني أقدر أروح تحت راح يبين لي الخيار. الحين مثلا انا خلصت مثلا السلايد الاول، يعتبر اذا احنا بنشتغل كفكرة سلايد، هني خلصت من المقدمة مالتي اني انا ابي اقدم كذي ان كويت، وحطيت الكويت، واقدر اسويها هذه نفس شيء دعائي حق دولتي، حق اي شيء اقدر اسويه، يعني هذه بسويها دعائي اذا احد بيعرف الكويت او شيء، اقدر احط برزنتيشن خفيف ونزله اونلاين الكل يقدر يشوفه. طبعا هني لو تشوفون ان هني صارت اكتف لان انا بديت اشتغل، وقبل لا اشتغل ما كانت اكتف. هني عندنا يقول لك بعد المقدمة اللي انا سويتها اقدر اني اضيف فوتو، المرحلة الثانية اقدر اني اضيف تكست، اقدر اضيف لينك، اقدر اضيف فوتو، أقدر أضيف فوتو جريد اللي طبعا تصير نفس مربعات مفرغة وأقدر أحط عليها صور. جلايد شو هذه وايد حلوة الفيتشر، راح أوريكم إياها إن شاء الله. عندنا سبليت لاي أوت، طبعا هذه تقدر تفيدني إن أنا إذا بسوي مقالة سريعة إني أحط صورة بصوب نفس عواميد النيوز بيبر، اقدر احط عمود صوره واقدر احط عمود كلام، وهذه هم وايد حلوه اذا انا بحط شيء تعريفي يبين. هني نجرب هذه اولا، اذا بحط هني فوتو ابي اختار من الابلود فوتو، احط كويت رقم 3، هني طبعا حاطين الصورة. المكان الثاني أقدر أحط، يقول لي إذا تبين فوتو أو تكست أو تبين لينك أو فيديو، أنا بحط تكست سريع. طبعا مسويت له كوبي، هني يبين لي عن معلومات عن الشيخ صباح. هني طبعا اقدر اني انا ابدل اماكن الكولوم نفسه، الصورة مع بس انا اشوفها هني احلى. هني نقدر نشوف شنو سويت هني اول شيء، بعدها معلومات عن الامير، بعدها هني يقول لي شنو ابي ازيد. هني خلينا نجرب هذه الجليت شو، وايد عجبتني وايد حلوة، أسويها أبلود بعد. سوري. نروح حق البكتشر. كويت 3. مثلا شفتها ما ابي استخدمها، سويت لها ديليت.
نرجع مرة ثانية حق اختيار ثاني. كويت 2 اخترت هني هذه، شفت عجبتني اسوي لها سيف. طبعا اذا ما عجبتني اقدر اسوي لها كانسل وارد اعيد مرة ثانية، بس هذه حلوة. هذه الصورة الحين ضفتها، هني اقدر احط كلام او احط اي شيء او هم معلومة بسيطة. هني ما بيضيف اي معلومة، انا بخليها كذي الصورة. هني شنو فرق الصورة هذه عن الباجي؟ اول شيء اقدر اسوي عليها فوكس بوينت، ان هني مثلا احسها السماء مثلا وايد عالية، ابي احركها عشان تبين لي الصورة من هني. هي نفس كت بيست بس اني اسويها بشيء سريع، وهني اقدر اعدلها واقدر هم اسوي لها سيف او غيره. هني عجبتني الطريقه مالتها، خلنا اوريكم اياها. شوفوا طريقتها لما تنزل. طبعا اول شيء خلينا نبدا من هني، البدايه البريف عن الامير. شوفوا شلون هني لما تعرض لي الصوره ما تعرض لي اياها الشارب، تعرض لي اياها كنا نفس طريقه الشتر، يعني وايد حلوة وايد كرياتيف وايد مريحة حق العين. هني نقدر نقول نبي بعد صورة، نسوي أبلود. هني خريطة الكويت، هني يبيني اسوي لها موف او ابي فول سكرين او كويندو تكون، او اذا ابيها ريبليس او ديليت. نجرب، هذه بينت لي الفول، ما راح تبين. هني اذا ابيها از ويندو، هني اذا ابيها ان لاين يعني نفس اللي انا سيفته. طبعا انا اشوف هني نفس اللي انا سيفته احسن. هني يبين لي اذا بحط كابشن كويت ماب، يعني هذه بشكل سريع وبسيط شلون نقدر نشتغل على البرنامج هذا. هني نحط present عشان يبين لنا شغلنا شلون صاير كpresentation. هذي اقدر اسويها حتى دعوة الكترونية حق احد، او فيديو تعليمي الكتروني، اطرش اللينك حق اي احد ان ابي اعرض على الكويت، يبيني اشرح عن دولتي، يبيني اشرح عن شغلي، يبيني اشرح عن عملي بالتعليم، عن اي شيء. اقدر اضيف اي شيء، اقدر اسوي اي شيء بهالبرنامج هذا. يعني مثلا احد يبي بريف عن شغلي انا، فاقدر اسوي مقدمه حق شغلي، اقدر اسوي صور حقي، اقدر احط فيديو حق شغلي، ان اطرشه بعدها اطرشه لينك حق الشخص ويقدر يستعرض الشغل هذا. وخلصنا الحين العرض، وشكرا لاستماعكم.